ازيكم عاملين ايه؟ كله تمام؟ اعرفكم بنفسي الاول اللي مش عارفني، انا عمر مصطفى زكي. هشتغل معاكم الترم ده ان شاء الله فلويد تالتة بقى. الترم ده ان شاء الله هنتكلم على شويه توبكس ليها علاقه شويه باللي خدته الترم الاولاني، مش قوي، تعتبر زي ابلكيشنز بس اندايركتلي شويه على اللي خدته الترم الاولاني. الاول عملتوا ايه الترم الاولاني في الفلويد؟ عدت على خير؟ الحمد لله. طيب الترم الثاني ان شاء الله هنتكلم على، النهارده هنتكلم على الليفت والدراج. بس عموما المنهج بتاعنا بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على توبكس كتير. اول توبك زي ما احنا كاتبين هنتكلم على الليفت والدراج، بعد كده هننقل على معظم الترم ده او معظم الفلويد الترم دوت هنتكلم على الكومبريسبل فلويدز. فهنتكلم على الكومبريسبل فلويد وهو بيتحرك في فاريبل دكت اريا، فهنحركه في دكت والاريا بتاعت الدكت ده بتتغير along the length. عايزين نشوف التغيرات بتاع الموضوع ده ايه. من ضمن الحاجات اللي هندرسها هنا، هندرس الاول نسأل نفسنا سؤال سريع كده، مش هتعمق بس نسأل سؤال سريع، هو ايه فرق الكومبريسبل ليكويد عن النورمال ليكويد؟ ايه فرق، او ايه فرق الكومبريسبل والانكومبريسبل ليكويد؟ بمعنى لو بتكلم على الاير مثلا، هل الاير انكومبريسبل ولا كومبريسبل؟ كومبريسبل. لا، هو ممكن يكون انكومبريسبل، ممكن كده وممكن كده، هنعتمد على ايه؟ حاجه اسمها الماخ نمبر. فلو الماخ نمبر دوت اقل من 0.3 يبقى ساعتها تغيرات الدنستي، تغيرات الكثافه مش كبيره، لدرجه ان انا بعتبر الاير تقريبا انكومبريسبل. انما لما ماخ نمبر يزيد عن 0.3 يبقى كده الدنستي هتتغير جامد قوي، يبقى ساعتها بعتبره ايه؟ كومبريسبل. يبقى اما اجي اقول لك كومبريسبل فلويد في فاريبل دكت اريا يبقى انا بتكلم على سرعات عاليه، ماخ نمبر عالي. فهنتكلم بقى، هنوصل لمرحله ان احنا نتكلم على السوبرسونيك فلو، سرعات بماخ نمبر اكبر من واحد كمان. بعد كده هنناقش كومبريسبل فلويد برضو بس في كونستانت دكت اريا، مش هنغير بقى الاريا المره دي، هنثبتها بس هنزود شويه حاجات تانية. بعد كده هننقل على توبكس تانية بعيده شويه او مختلفه شويه، فهنتكلم على حاجه اسمها الووتر هامر. دي ظاهرة كده بتحصل باختصار شديد لو عندك حنفية بتنزل مية ورحت قافل المحبس مرة واحدة. لو قفلت المحبس مرة واحدة الحنفية دي ممكن ايه؟ تطرشق، تنفجر. فبتحصل ليه؟ بتحصل بسبب الووتر هامر، فدي هنتكلم عليها. هنتكلم برضو على البوزيتيف ديسبليسمنت بامبس. البوزيتيف ديسبليسمنت بامبس اللي هي عاملة زي الانجنز كده، الانجن بيضغط هواء، البوزيتيف ديسبليسمنت بامب بتضغط ليكويد. دي غير الموتور اللي عندكم في البيت، دي حاجه تانية خالص، فهنتكلم على دي برضو. فدي التوبكس اللي هنناقشها طول الترم. بس ماشي، النهارده بقى هنتكلم عليه، هنتكلم على الليفت والدراج. طب ايه الليفت والدراج؟ بص يا سيدي، لو انت عندك جسم اي شكل باي شكل معين، الجسم ده انا حاطه في فلو ستريم، يعني ماسك جسم زي ده مثلا
وحطه في هواء والهواء ماشي عمال يخبط فيه، نتيجه لان الهواء بيخبط في الجسم هيعمل لي تو فورسز على الجسم دوت، هيعمل لي فورس هوريزونتال، الفورس الهوريزونتال دي بنسميها دراج فورس، ويعمل لي فورس فيرتيكال هنسمي الفورس دي ليفت فورس. فالفورس الهوريزونتال اللي جايه بسبب الهواء او ايا كان بقى الفلويد عموما يعني، الهوريزونتال هنسميها دراج، الفيرتيكال هنسميها ليفت. بس هل شرط عشان اسمها ليفت ان هي تكون لفوق؟ مش شرط، هي ممكن تكون لفوق او ممكن تكون لتحت، المهم ان هي فيرتيكال. طيب عايزين نسال نفسنا سؤال، هي الفورسز دي الفورسز اللي عندنا دي اللي هي دراج والليفت هتيجي بسبب ايه؟ ايه السورس بتاعها؟ السورس بتاعها حاجه من حاجتين، نمسك حاجه حاجه فيهم الاول. فاحنا هنركن الليفت على جنب شويه ونتكلم الاول على الدراج. الفورس بتاعت الدراج دي بتحصل نتيجه حاجه من اتنين، يا اما بسبب البريشر اللي هو بنسميه النورمال ستريس، يا اما بسبب الشير اللي بنسميه التانجنشال ستريس او ترانسفيرس ستريس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ممكن يكون عندي بريشر في الاتجاه ده على النقطه دي، البريشر دوت لما ياثر على اريا هنا، افترض ان هي اريا صغيره قوي فسميها دي اريا، فهيعمل لي فورس. الفورس دي هتكون اتجاهها عامل ازاي؟ هتكون في نفس اتجاه البريشر، دي هسميها بي ايه. في جزء منها هياثر في الاتجاه ده وجزء منها هياثر في الاتجاه الفيرتيكال. انا دلوقتي بركز بس على البريشر. حلو؟ طيب لو البريشر ده مايل بزاويه سيتا، يبقى الفورس الهوريزونتال بتاعه الدراج هتبقى بتساوي ايه؟ البريشر فورس كوزاين سيتا. بس خلي بالك انا بتكلم على الحته دي بس. طب الحته دي هياثر عليها بريشر، طب الحته دي هياثر عليها بريشر، الحته دي هياثر عليها بريشر، فانا عندي بريشر من كل الاتجاهات تقريبا. طب مجموع الكلام ده اجمعه ازاي؟ بجمعه عن طريق ان انا بقول ان الدراج هو عباره عن انتجريشن على السيرفيس، هشوف مجموع الفورسز اللي بتاثر على السيرفيس ده كله، هعمل انتجريشن، هجمع. انتجريشن معناها هجمع. البريشر كوزاين ثيتا، وكل مره بضرب في الدي اريا، يبقى نفس اللي احنا قلناه هنا بالظبط. هجيب الفورس اللي اسمها بي في اريا، بس بي دي اريا عشان دي فورس صغيره، وهضربها في كوزاين سيتا عشان اجيب الجزء الهوريزونتال بتاعها، وهعمل لها سميشن هجمعها. يبقى ده ايه؟ ده كده الدراج. بس ده الدراج اللي جاي من ايه؟ من البريشر اللي هو بنسميه نورمال ستريس زي ما اتكلمنا في سنه ثانيه. طيب الشير ستريس هيأثر ازاي؟ هيجي على الاريا ديت وهيأثر بارلل ليها. الشير ستريس بنرمز له بايه؟ بتاعه. طيب ده هيعمل لي الهوريزونتال فورس ازاي؟ ده عمودي على ده، فلو ده اتضرب في ساين او ده اتضرب في كوزاين، ده هيتضرب في ايه؟ في ساين. فانا هعمل نفس الحكايه، هجمع برضو على السيرفس، هجمع الشير ستريس اللي بيأثر، بس هاخد منه الجزء الهوريزونتال بس، وهضربه في ساين واضرب في الاريا. لغايه هنا في مشكله؟ ده كده الدراج، ده كده الجزء الايه؟ الهوريزونتال من الفورس اللي بيأثر عليها، اللي بيأثر بيها الفلويد على الجسم. تمام؟ طيب لو انا بتكلم على الفيرتيكال فورس بقى، الليفت فورس، هتبقى بتساوي ايه؟ نفس القانون ده بالظبط، بس هنقلب كوزاين هتبقى ساين. ماشي، لا اكتب غيابك هنا واكتب تاريخ اليوم بس. بص انقل الورق احسن عشان بلاش. ماشي طيب بلاش البورد ديت. ليفت هيبقى نفس القانون ده بالظبط، بس هنقلب ايه؟ بدل كوزاين ساين، وبدل الساين كوزاين، فيبقى انتجريشن سيرفيس البي ساين ثيتا في دي اريا بلس انتجريشن تاو كوزاين ثيتا دي اريا. طب فهمنا قانون كده، فهمنا القانون تمام. طب معناه ايه بقى الكلام دوت؟ وايه اللي بيحصل اصلا؟ بص يا سيدي،
طيب عايزين نعرف حاجتين بس سريعا قبل ما ننقل على اللي بيعمل اصلا الدراج واللي بيعمل الليفت. دي تعتبر ايه؟ الليفت اللي مكتوب هنا والدراج اللي هنا يعتبر ايه؟ بريشر ولا ستريس ولا فورس ولا ايه بالظبط؟ تعتبر فورس. بتتقاس بايه؟ بالنيوتن. طب حلوه. لو انت عندك، فاكرين الدايمنشنال اناليسيس بتاع سنه تانية؟ لو انت عندك جناح طياره كبير قوي وعايز تختبره، كنت بتعمل ايه؟ تعمل موديل صغير وتقيس على الموديل وايه، وتعمل دايمنشنال اناليسيس او سيميلاريتي، تعرف الكبير هيبقى شكله عامل ازاي. طب انت على الجناح الصغير دوت لو قست الفورس لقيتها 5 نيوتن مثلا بتاعه الدراج او بتاعه الليفت، نتكلم على الليفت مثلا، قست الليفت فورس لقيتها 5 نيوتن، هل بتاعه الموديل الكبير هتبقى 5 نيوتن برضو؟ لا طبعا، اكيد هتبقى اكتر بكتير جدا. فاحنا ما بنحبش نعبر عن الليفت والدراج كفورسز الا لو بحسب فعلا لشكل عندي او جسم عندي، انما بحسب ايه؟ بحسب كوفيشنز عشان اشيل حته الايه، اليونت في الموضوع، عشان ما يبقاش ده 5 نيوتن بتاع الموديل وبتاع الايه الشكل الكبير مثلا 2000 نيوتن. فانا عايز حاجه دايمنشنز. فبنعرف ايه؟ بنعرف حاجه اسمها كوفيشنت اوف ليفت وكوفيشنت اوف دراج. فالكوفيشنت اوف ليفت هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الليفت فورس بتاعتك مقسوم على، انا عايز اقسمه على حاجه تكون برضو الوحده بتاعتها نيوتن. من الدايمنشن اناليسيس هتكتشف ايه؟ ان الحاجه دي هي نص رو يو مع العلم النيو دي اللي هي ايه؟ اللي هي الفلويد فيلوسيتي سكويرد في اريا مضروبه فيها. طب دي انهي اريا؟ بص بقى على حاجه، هل الكوفيشنت اوف ليفت دوت دي حاجه اكتشفناها ولا اخترعناها؟ اخترعناها، دي حاجه انت اللي مألفها، فانت بتختار الاريا زي ما انت عايز، اختارها على مزاجك، بس مش على مزاجك انت كطالب، انت لسه صغير. الناس ايه؟ اخترعوا على مزاجهم زمان شويه، بس ايه؟ على مزاجهم هم. فقال لك نتفق على حاجه، لو الجسم بتاعنا حاجه اسمها بلانت، يعني الدايمنشنز بتاعته قريبه من بعضها، كوره مثلا، مكعب، انسان، اي حاجه بالشكل دوت هنسميه بلانت بودي، يبقى ساعتها الاريا بتاعتنا اللي هنا ديت هي الفرونتال اريا. لو انت باصص من هنا هتشوف ايه؟ هشوف اريا شكلها عامل كده مثلا. الاريا ديت اللي هي بنسميها البروجكتد اريا او الفرونتال اريا هي الاريا اللي موجوده هنا. ده لو ايه؟ لو بلانت بودي. طيب لو كان جسم حاجه اسمها ستريم لاين، يعني ايه؟ عامل زي جناح الطياره كده، جناح الطياره هو ستريم لاين بودي مش كوره، لان الكوره تعتبر بلانت، حاجه ارتفاعها صغير جدا بس طولها كبير جدا، طول السي دوت كبير قوي، انما الثيكنس تي قليله جدا. ساعتها الاريا هتكون ايه؟ ما ينفعش اقول الفرونتال اريا بقى، هتكون الاريا دي صغيره قوي. طب ايه المشكله ما تطلع صغيره؟ مشكلة لو ده صغير قوي ايه اللي هيحصل للكوفيشن ده؟ هيبقى قيمته كبيره قوي، رقم كبير قوي. فلو بقارن ما بين بلانت بادي مثلا وستريم لايند بادي، هنبقى بنتكلم في ارقام هنا فرنج 1 2 3 5 بوينت 1، انما في الستريم لايند هنتكلم في ارقام ايه بقى؟ 500 600 7000. مش مشكله، عادي، ما عنديش مشكله، احنا بنتفق على تعريف، بس مش منطقيه شويه، او يعني ايه، مش حاجه منطقيه انك تخترعها بالشكل دوت. لا، الاسهل ان انا اعمل ايه؟ اخد اريا تكون ليها رقم معتبر. فساعتها هاخد ايه؟ هاخد البلان فورم اريا، هبص كاني باصص من فوق، هشوف زي مستطيل، يبقى المستطيل ده الاريا بتاعته اللي بنسميها البلان فورم اريا هي الاريا الايه؟ اللي هاخدها عندي هنا. دي حاجه اتفقنا عليها. زي ما عملنا في الليفت هنعمل في الدراج، بس بدل الليفت هكتب دراج، وهستعمل نفس الايه؟ نفس الحاجه في المقام، فاقول نص رو يو سكوير في الاريا، والاريا هتكون ايه؟ على حسب لو هو بلانت بودي ولا هو ستريم لايند بودي. اتفقنا؟ حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب تعالى بقى نتكلم على حاجه حاجه، تعالى نتكلم على الدراج الاول.
هتكلم على الدراج. فهقول لو هرمز للدراج برمز دي، الدراج ده هيجي نتيجة حاجة من حاجتين، يا يعني اما هيجي نتيجة فريكشن يا اما هيجي نتيجة بريشر. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني اما هيجي نتيجة تاو شير يا اما هيجي نتيجة البريشر. ما احنا كنا بنجمع ترمين. طيب ندرس ترم ترم فيهم. لو هتكلم على كورة محطوطة في فلويد ستريم ماشي بسرعة يو، ايه اللي هيحصل؟ لو هدرس البريشر هلاقي توزيع البريشر. بالمناسبة في حاجة كمان، في حاجة اسمها بريشر كوفيشنت، نتكلم عليه بالمرة برضو لأننا بنتكلم على الكوفيشنتس. الفكرة في ايه؟ انا عايز اشوف قيمة البريشر عند النقط المختلفة على الجسم قيمتها بكام. بس انت مهمكش الرقم بتاع البريشر في حد ذاته، مهمكش القيمة كام باسكال، انت همك ايه؟ يهمك هو بيتغير ازاي. طب بيتغير ازاي معناها ايه؟ معناها انك عايز تشوف مثلا البريشر بتاع النقطة دي بالنسبة للنقطة دي ضعفه ولا نصه ولا ربعه ولا بيساويه ولا ايه بالظبط. فبنستعمل حاجة اسمها coefficient of pressure. ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن البريشر بتاع النقطة ماينس بريشر بتاع ايه؟ نقطة بعيد هنا بتاع الفلويد اللي جاي من بعيد دوت على نص رو يو سكويرد. ده اسمه coefficient of pressure. فانت كده عملت ايه؟ شلت اليونتس خلاص، ما بقاش يتقاس باسكال، ده بقى يونتلس. فريحت نفسك من القيمة في حد ذاته. طيب لو انا عايز ارسم بتاع الستريم اللي جاي لك من بعيد اللي لسه ما تأثرش بوجود الكورة. لا لا ده بعيد خالص. ماشي؟ طيب انت عايز بقى تشوف توزيع البريشر على الكورة ديت. طب ليه عايز اشوف توزيع البريشر؟ عشان افهم البريشر دراج ده بيجي نتيجة ايه. لو رسمنا توزيع البريشر هنلاقي ان هو بالشكل ده تقريبا، ان هو بيكون رقم عالي قوي عند اول الكورة. طب ليه رقم عالي قوي هنا؟ عشان الفلويد بيخبط ويقف. من برنولي ايكويشن لو انا الانرجي ثابتة فالفيلوسيتي لو قيمتها رجعت لزيرو البريشر اللي هيحصل له هيزيد، هيبقى ماكسيم، هيبقى استجنيشن بريشر. طيب حلو قوي. طب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هبدا اتحرك من هنا. طب هتحرك من هنا البريشر طول ما انا عمال ابعد عن الاستجنيشن بوينت ايه اللي بيحصل؟ البريشر عمال بيقل، هيفضل يقل 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 لغايه ما يوصل لاقل قيمه هنا. طب هو بيقل ليه؟ نتيجه لان الفيلوسيتي بتزيد، فالانرجي ثابته والفيلوسيتي عماله تزيد، اللي يحصل البريشر هيقل. فالبريشر عمال يقل 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 لغايه لما يوصل لاقل قيمه ليه. حلو؟ طيب وانا بمشي من هنا لغايه هنا البريشر بيقل، هو البريشر بيساعدني وانا بمشي ولا بيقف قصادي؟ ده هو البريشر اصلا اللي بيزقني. فمعنى ان انا البريشر بيقل يبقى انا البريشر بتاع النقطه دي اعلى من النقطه دي، انا بزق مع الفلود، بساعد الفلود ان هو يمشي. ماشي؟ طيب بعد النقطه دي ايه اللي هيحصل؟ مجرد ما ارجع تاني هنا هلاقي ان الفيلوسيتي بدات تقل تاني. طب لما الفيلوسيتي تقل ايه اللي يحصل؟ البريشر يزيد، فيرجع البريشر يزيد تاني. المشكله بقى في ايه؟ ان هو هيفضل يزيد يزيد يزيد، احنا نتوقع ان هو يفضل يزيد لغايه ما يرجع هنا يبقى استجنيشن برضو. ده لحاله ثيوريتيكال، بس الكلام ده ما بيحصلش في الحقيقه. ليه ما بيحصلش في الحقيقه؟ عشان في سيبريشن بيحصل. طب ليه السيبريشن ده بيحصل؟ نتيجه لان الفلويد هيفضل يحاول 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 يفضل ماشي على السطح، بس مشكلته ان هو البريشر بتاع النقطه ديت اعلى من النقطه دي، فالبريشر عمال يزق قصادي. انا فلويد بحاول امشي والبريشر عمال يقابلني قصادي، هفضل ماشي لغايه لما اوصل لنقطه معينه انا ما بقاش عندي طاقه خلاص. فانا هعمل ايه؟ مش هقدر اقاوم البريشر، فاروح فاصل عن الجسم وايه ونكمل انا لوحدي في طريق. طب ده هيعمل ايه؟ ايه المشكله في حاجه زي كده؟ ان هو هيجي في المنطقه دي كده هيبقى فيها اختلال في البريشر. اختلال في البريشر يعني ايه؟ يعني الفلويد
ما بيكملش هنا، بيمشي مكمل على طول هنا. فهلاقي الحته دي بيحصل فيها دوامات، الهواء اللي قريب من الهواء ده عايز يمشي معايا، الهواء اللي هنا ما بيمشيش واقف مكانه. فاللي يحصل يحصل ويكس، دوامات، ايديز. طب الدوامات دي تعمل لي ايه؟ الدوامات دي البريشر بتاعها عمره ما هيوصل ابدا للاستجنيشن بريشر، هيبقى البريشر بتاعها اقل شويه. طب ماشي، استفدت ايه برضو؟ استفدت حاجه مهمه بقى، ان المنطقه ديت بيأثر عليها بريشر اقل من المنطقه ديت، المنطقه دي بيأثر عليها بريشر اعلى. لما تيجي تعمل انتجريشن هتلاقي ان الناحيه دي بيقابلها فورس بريشر اكبر من الحته ديت. طب الكوميوليتيف بقى افكت او السميشن بتاع الافكت هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى في فورس بتاع البريشر بتاثر في الاتجاه ده، يبقى ده اللي جاي من ايه؟ من البريشر فورس. كل ما الاريا اللي بيحصل عليها ويكس زادت، كل ما حصل ايه؟ كل ما الفورس دي زادت. ليه؟ عشان انت بتقول الفورس عباره عن ايه؟ عباره عن بريشر في اريا، صح؟ اللي هي اللي هي دي اللي هي الدراج اللي جاي من البريشر. طب جاي نتيجه ايه؟ ان الفورس بتاعت بي اي اللي من هنا اكبر بكتير من الفورس بتاعت بي اي اللي جاي لي من هنا. فالسميشن او الريزلتنت بتاع الاثنين بيبقى ايه؟ هيعمل لي دي بي هنا. طب كل ما الاريا دي زادت وانا عندي بريشر هنا قليل، ايه اللي هيحصل؟ الفورس دي على بعضها قيمتها هتقل. تقل تاني. انا عندي بريشر قليل، تعال نضرب ارقام ماشي. لو البريشر بتاع النقطه دي 100 باسكال ماشي، ولما انت بيحصل ويكس بتكمل زي ما انت 100 باسكال، حلو قوي. طيب حاله تانية، انت بقى لو كنت وصلت لهنا 100 باسكال، لو كنت كملت ما حصلش سيباريشن كنت هتوصل لغايه هنا 200 باسكال. انت في الحاله ديت كملت ب 100، في الحاله دي زدت لغايه لما وصلت ل 200، مين اللي هيعمل لك فورس اكبر، دي ولا دي؟ دي. ليه دي؟ عشان البريشر زاد فعمل لك فورس اكبر. طب لما عمل لك فورس في الاتجاه ده اكبر هيقلل لك مين؟ الدراج بتاع البريشر. فكل ما الاريا هنا، كل ما الاريا دي زادت، كل ما يحصل ايه للفورس اللي جالي من هنا؟ هتقل، فالفورس بتاعت الدراج هتزيد. طب ايه تاني اللي ممكن ياثر معايا؟ ممكن ياثر معايا انا ثبت عند بريشر كام؟ لو انا ثبت عند 100 غير لما اثبت عند اقل، غير لما اثبت عند اعلى. لقوا حاجه لطيفه، لان هو لو الفلو لامينر انا هثبت عند قيمه اقل بكتير تحت، لو الفلو تربلنت هثبت عند قيمه اعلى شويه. كاني بقول لك انا هنا ثبت عند كام؟ 100 باسكال، والباقي ده كله 100 باسكال. ده في حاله الايه؟ اللامينر مثلا. طب لو تربلنت هثبت عند اعلى شويه، هثبت عند 130 باسكال مثلا، فالفورس برضو قيمتها هتقل. ماشي؟ قول لي. بيحصل نتيجه لانك الفلويد معاه كميه انرجي معينه، بيحاول عن طريق الانرجي دي. طب الانرجي دي بتساوي ايه؟ بالمناسبه الانرجي دي لو رمينا البوتنشال على جنب وعبارة عن بريشر زائد نص رو في سكويرد، حلو؟ انت هنا بتقول لي ايه؟ بتقول لي انا بقل في السرعة على حساب ان انا بزود البريشر، ماشي؟ بس الانرجي اللي انت بدأت بيها هنا تخسرت شوية في اللوسس في النص، فلما جيت ترجع لهنا ما بقتش قادر تدي البريشر انرجي كفاية. هتوصل في مرحلة البريشر عشان تكمل زي ما انت محتاج تدي الانرجي، البريشر انرجي مش معاك، فتقوم عامل ايه؟ تقوم فاصل ومكمل انت بقى. ما تكملش على الجسم، تقوم مكمل انت مع نفسك، لان ده محتاج انرجي اقل. الفلويد دايما بيمشي في الاتجاه اللي يطلب منه انرجي اقل، فانت معكش انرجي تكمل في الاتجاه ده، معاك انرجي تكمل في الاتجاه ده، تروح مكمل كده. عشان معاه انرجي كتيره. تربلنت ده معناها ايه؟ معناها ان ريلونز نمبر عالي. طب ريلونز نمبر بيساوي ايه؟ بيساوي رو يو دي على الميو. لما رينولدز نمبر يزيد معناها الفيلوستي حصل لها ايه؟ فلما معاك فيلوستي جامده معاك انرجي ايه؟ جامده، معاك انرجي جامده تعرف ايه؟ تعرف تكمل شويه لقدام. باشمهندس، هو انا ببقى عايز الاريا
انا عايزها صغيره والبريشر بتاعها عالي على قد ما اقدر. طب ما انا لو خليتها صغيره البريشر اللي هيقابل الدراج هيقلل الدراج. انا عايز دراج اصلا يبقى صغير. انا عايز دراج صغير. انت لو بتتكلم على العربيه لو في الطياره ما انا عايز دراج يبقى كبير. الدراج ده بيزقك فين؟ انت ماشي في انهي اتجاه بالظبط؟ عكس اتجاهك ده. الدراج عامل زي ريزيستنس، هو دايما ريزيستنس بتقابلك وبتواجهك انت مش عايزها في معظم الابلكيشنز يعني. طيب طب بالنسبه لبتاع الفريكشن، بتاع الفريكشن ده بقى جاي من ايه؟ من الرفنس بتاعه السطح دوت. انت طول ما انت ماشي على السطح، فاكرين الايكويشن بتاعه الشير؟ كان الشير بيساوي ايه؟ ميو في دي يو باي ايه؟ فهو بيتوقف على تغير السرعه وبيتوقف على الفيسكوستي بتاعه الشكل. واحده من الحاجات اللي تخلي تغير السرعه كبير ان الجسم هنا يكون رف، السطح بتاعه يكون رف، فبيفرمل الفلود اسرع شويه. بيفرمل الفلود اسرع شويه يبقى دي يو باي دي واي هيكون كبير، فالشير ستريس هو كمان هيكون كبير. معلش ليه لما يفرمل الدي واي عشان انت هنا بتقول ده ايه؟ ده معناه ايه ده؟ تغير السرعه، تغير السرعه بالنسبه للواي. فلو التغير ده عنيف قوي يبقى انت كده عندك شير ستريس ايه؟ عالي، والفريكشن عندك عالي. ليه لو هو رف هيبقى اصلا ده كبير؟ عشان بيسحب انرجي اكتر، الفريكشن انرجي اللي بيسحبها اسرع اكبر. فهتتكلم انرجي وايز هيسحب انرجي اسرع، يسحب انرجي وايز اسرع يبقى هيخلي الفلود يفرم اسرع، غير لو كان السطح ناعم يعني. يبقى ساعتها التغير هيبقى سموث شويه. طيب حلو قوي، وصلنا لغايه دلوقتي ان ايه؟ ان في عندي شير ستريس، والشير ستريس ده هيعمل لي هو كمان دراج، هيعمل لي دراج نتيجة الفريكشن. كل ما كان السطح خشن اكتر، كل ما كان الشير تأثيره اعنف، كل ما كان الفريكشن دراج اكبر شوية. طب لو بنتكلم على نسبة وتناسب، لما اجي اتكلم على الدراج في البلانت بوديز هلاقي ان البريشر دراج كبير قوي مقارنة بالفريكشن دراج. بتهمله او بتعتبر انه صغير او ما بيأثرش معاك غير في اوقات معينة. طب في انهي اوقات بقى؟ تعالى نرسم. حد عايز حاجه على البورد؟ لا محتاج تنجز. اكتب اسمك. طيب لو هنرسم ده ايه؟ احنا عايزين ندرس نشوف، عايزين ندرس نشوف تغير الدراج على سفير مع تغير رينولدز نمبر، او بمعنى اخر مع تغير الفيلوسيتي بتاعت الفلويد على الجسم. هي نفس الكوره بس بغير اليو، فرينولدز نمبر بيتغير، وعايز اشوف الدراج بيتغير ازاي. بس بما ان انا ما يهمنيش الدراج كقيمه فهدرس السي دي وهشوف هو بيتغير ازاي. فنلاحظ حاجه بقى، لو الفلويد سرعته قليله قوي، اليو دي قليله قوي، فبنتكلم على رينولدز نمبر قليل خالص. ساعتها ايه اللي بيحصل؟ بيبقى ده الستريم عندي، بيبقى ده دي الكوره عندي وده الستريم، بس الستريم منه ماشي بطيء جدا، فيقدر بسهولة جدا ان هو يلف ويملى الايه؟ يبقى دايما لازق في السطح، ما يفصلش عن السطح،
السيباريشن بتاعه منعدم، مفيش سيباريشن اصلا. ده بنسميه ايه؟ ده لما يكون رينولدز نمبر اقل من واحد، ده بنسميه كريبينج فلو. لو شكل زي ده مفهوش سيباريشن اصلا، هل هيحصل الظاهره اللي احنا كنا بنقول عليها ان اليمين بريشر مش قد الشمال؟ لا، انا كده بتكلم في الحاله الثيوريتيكال اكشن. فانا هنا ما عنديش ايه، ما عنديش دراج بريشر اصلا، انا الدراج كله عندي ايه؟ دراج بتاع فريكشن. انا عندي فريكشن عالي جدا بقى، او الفريكشن بالنسبه لي مهم جدا. ماشي، طيب ده كده اول كيس. طب الكيس دي موجوده فين؟ موجود عند رينولدز نمبر قليل خالص، هنا نسميها كيس ايه. طيب زودت شويه اليو سرعه الفلويد، فهوصل لمرحله معينه ساعتها يحصل ايه؟ الفلويد خلاص مش قادر يلزق في السطح، يجيت اتاتش للسطح، هيوصل لنقطه معينه ويحصل سيبريشن قليل او سيبريشن في الاخر خالص هنا، وهيتكون هنا ويك صغيره قوي، بس الويك دي ثابته في مكانها. ده عند ايه؟ عند رينولدز قليل، مش لواحد بس ايه؟ قليل. فين هنا تحديدا؟ في الزون بي. طيب بما ان انا عندي سيبريشن، فانا عندي المنطقه دي ايه؟ لو بريشر. لو بريشر ايه اللي هيحصل؟ هيحصل دراج. فهيبقى عندي قيمه للدراج اللي جاي من البريشر، وما زال الفريكشن عندي موجود. طب الفريكشن ايه اللي هيحصل له؟ الدراج بتاعه هيزيد بس زياده قليله، مش هيزيد قوي. طب هيزيد نتيجه ايه؟ نتيجه انك انت السرعه زادت، ولما السرعه تزيد ديو باي دي واي هيزيد، فالشير هيزيد، فالدراج بتاع الفريكشن هو كمان هيزيد بس مش قوي، والاثنين هيبقوا قريبين من بعض، كومباربل مع بعض. ماشي؟ طيب طب انا ليه هنا بنزل لتحت في بي؟ ليه بقل لتحت؟ عشان انت بتقول ان السي دي بيساوي ايه؟ هو عباره عن الدراج على نص رو يو سكوير في الاريا، فالسرعه عماله تزيد، فانت بتقل ايه؟ في الكوفيشنت اوف دراج. قيمه الدراج في حد ذاتها بتزيد، بس الزياده في الدراج مش قد الزياده في الايه؟ في السرعه باور 2. اه فلو بتكلم على نقطه هنا ديفينتلي الدراج بتاعها هيكون اكتر من هنا، بس السي دي بتاع دي اقل من دي عشان اليو هنا اكبر. ماشي؟ طيب خلصت بي وزودت السرعه شويه، هوصل في مرحله معينه هوصل لسي. هي دي مش بتبان في الفيديو صح؟ بتبان؟ طيب جدع، بس انا لازم افرش، ما ينفعش اكتفي باتنين. طيب سي تالت واحده، لو زودت الفلوريت شويه هيحصل حاجه غريبه جدا بقى. هتلاقي ان الفلو، ودي لازم للاسف تشوفها فيديو، هيبقى فيه حاجه اسمها اوسيليتنج ويكس. تلاقي الفلو تحصل ويك وينزل لتحت ويمشي، بعد كده تحصل ويك تانية لفوق ويمشي، هتلاقي الفلو كانه بيتمرجح، بنسميه اوسيليتنج فلو. الاوسيليشنز دي بتعمل ايه؟ كانها عامله لي ويك كبيره قوي، الويك بقى حجمها بيزيد، كانت هنا صغيره قوي هنا بقى حجمها زاد قوي. بالنسبه للفريكونسي بتاعت الاوسيليشنز ديت ليها علاقه بنمبر كده، مش عارف تخطوه ولا حاجه اسمها سترو هول نمبر، مش موضوعنا، بس بيبقى ليها فريكونسي معينه ثابته. خدتها؟ طب حلو والله. ما مش هخش في تفاصيل برضه، بس ليها فريكونسي معينه مقصوده، الفريكونسي دي تقدر تتنبأ بيها، مش حاجه عشوائيه. طب انا ليه بقول لك الكلام ده؟ عشان لما نخش جوه شويه تلاقي الحاجات بقت عشوائيه، ما بقاش ينفع نتنبأ بيها، دي نقدر نتنبأ بيها. نعرف الفريكونسي بتاعتها شكلها عامل ازاي. طب دي اللي هي ايه؟ اللي هي زون سي. لما بمشي قدام شويه بلاقي ان الدراج البريشر دراج عمال يزيد. هنا الدي بي عمال يزيد جامد. والبريشر والفريكشن دراج بيزيد بس مش بيزيد قوي. الزياده الجامده في الدراج فورس ديت هتخلي ايه؟ هتخلي كوفيشنت اوف دراج الكيرف بتاعه يعدل شويه. مش هيقل بنفس المعدل لان ده عمال يزيد بسرعه. طب لغايه لما نوصل لفين؟ لغايه لما نوصل
للزون دي. دي ايه اللي هيحصل فيها؟ هيبقى عندك الكرة موجودة والفلو بيمشي، الاوسيليتنج ده هيختفي خلاص، او مش هيختفي، هيتحول ايه؟ لويكس كبيرة بس عشوائية شوية، مبقاش خلاص، مبقاش مرتب زي قبل كده. ده بنسميه لامينار ويكس. واللامينار ويكس دي بتكون كبيرة، فالفلويد بيبعد من بدري، بيحصل سيبريشن بدري. الاريا دي بتكون كبيرة قوي. ده يجيب لك ايه؟ يجيب لك المنطقة دي اللي فيها على قد ما الجزء اللي تحت او المقام بيزيد، على قد ما الدراج بيزيد، الدراج بيزيد بسرعة جدا. طب نوصل نفضل نزيد كده لغاية امتى؟ كل ده في جزء ايه؟ لامينر بالظبط. الشكل ده مش بيختلف من فلويد للتاني، ليه؟ عشان ده رينولدز نمبر نون دايمنشن او دايمنشنز، فعلى حسب الرو والميو بتاعت كل فلويد هيحصل عند فيلوستي مختلفه، بس كلهم تقريبا بيحصلوا عند رينولدز نمبر قريب من بعضه بغض النظر عن الفلويد. عشان كده احنا بنستعمل دايمنشنز، عشان ما نجيبش سيره فلويد معين، ما نجيبش قيمه فورس معينه. الكلام ده كله قول لي. ما ده اللي بنقول اهو، لامينر ما عندوش انرجي فبيفصل من بدري. لا يعني قصدي اللي هو في الاول مثلا زي كيس ايه مثلا. طيب كيس ايه دي هو ليه بالشكل دوت؟ هو ماشي بالراحه جدا لدرجه ان هو ما بيفقدش، او خلينا نقولها بشكل تاني، ان البريشر اللي بيقابله هنا مش محتاج انرجي كتير بتاع الفيلوستي. الاوردر بتاع الفيلوستي مش عنيف، بمعنى الانرجي هي عباره عن ايه؟ بريشر زائد نص رو في سكوير. فتغيرات الفي سكوير هنا قيم السرعه ذات نفسها صغيره، فتغيرات البريشر هي كمان صغيره. انما لو تغيرات الفيلوستي عنيفه جدا وقيمتها كبيره جدا، فالسكوير ده هيعمل لي، هيزود لي اوردر اوف ماجنتيود، هيزود لي قيمه جدا، فهيخلي لي تغيرات البريشر عنيفه جدا. طيب في مشكله في اللامينار ويكس؟ طيب مجرد ما زودت بقى شويه هتعمل ترانزيشن وتنقل على التربلنت. التربلنت بقى هتلاقي ان الاريا بتاعت الويكس هتقل نتيجه لان الويكس الكبيره دي هتتكسر تبقى ويكس صغيره، هتبقى اصغر شويه واعنف وراندوم جدا. الاريا دي ذات نفسها هتقل، السبريشن هيحصل متاخر نتيجه لان الاريا قلت هنا، وكمان السبريشن حصل متاخر، فالبريشر اللي انا ثبتت عنده اعلى شويه. هنلاقي ان الايه؟ الدراج فورس هتقل، هتقل جامد مره واحده، هتقل جامد مره واحده، هيحصل الترانزيشن ده. فتلاقي ان الكوفيشنت اوف دراج بتاع التربلنت تقريبا نص اللامينر تقريبا، يعني رفلي. بعد كده مجرد ما بتزود ايه اللي بيحصل؟ الفريكشن دراج عمال يزيد جامد جدا، والكمان الويكس هتبدا حجمها يكبر جدا، فترجع تاني ايه؟ تزيد في الكوفيشنت اوف دراج لغايه لما ترجع للقيمه اللي انت بدات بيها اوريدي. هل حد عنده سؤال؟ لو انت عايز اقل دراج تصمم على هنا، بس خلي بالك الحته دي صغيره جدا، فانت صعب تظبطها عليها بالظبط. كل ما زودت الرفنس بتاعت السيرفس، كل ما السيرفس ده، كل ما كان الترانزيشن ده بيحصل بدري. عشان كده في بعض الاحيان لما يكون الفيلوستي اللي بتطلع لي رينولدز نمبر قليل، وانا عايز كوفيشنت اوف دراج يكون هو كمان قليل، بعمل ايه؟ بخليها رف فانقل النقطه دي لهنا، تبقى في الزون اللي انا عايز اشتغل عندها. حلو، بس هل الدراج بتاع الفريكشن مقارنة في البلانت بوديز، مقارنة بالدراج بتاع البريشر، قد ولا اصغر ولا اكبر؟ لا، اصغر بكتير جدا في البلانت بوديز. في البلانت بوديز ده بيساهم بمعظم تقريبا الايه؟
بمعظم الدراج. فلو هنرسمها هنقول التالي، هنقول لو ده كله على بعضه كان الدراج، ففي حالة السموث معظم الدراج جاي من البريشر، في جزء قليل قوي جاي من الفراكشن. مجرد ما تنقل من سموث لرف زودت طبعا دراج الفراكشن، بس الترانزيشن ده حصل بدري، فعملت ايه؟ قصيت كتير قوي من دراج الايه؟ البريشر. فتلاقي ان التوتال حصل ايه؟ ممكن تسمي ده تيربلنت، بما اني خليتها رف خليتها تيربلنت بدري، انما ده السموث كان لامينر. فايه اللي حصل؟ البريشر دراج قل جدا، الفريكشن هيزيد بس مش هيزيد قوي. فالتوتال ايه اللي هيحصل للدراج؟ هيقل. حد عنده سؤال؟ في الستريم لايند باديز بقى او في الاير فويلز يعني، فاضل حته شرح صغيره ونحل مسائل. لا انت ستريم لاين ده حاجه تاني خالص هنتكلم عليها دلوقتي. طيب لو بتتكلم على، ركز معايا مش عايز كلام، لو بتتكلم على ستريم لاين بودي الموضوع مختلف تماما بقى غير البلانت. هنا الدراج بتاع البريشر قليل جدا، الدراج بتاع الفريكشن اكبر بكتير. وعموما ركز معايا، وعموما قيمه الدراج في الستريم لاين بوديز تبقى اقل بكتير، عشان هي ستريم لاين، عشان كده بنعملها اصلا، عشان عايز دراج اقل. لو هنرسم توزيع البريشر تحديدا عشان ندرس نشوف، هنلاقي ان توزيع البريشر بالشكل ده. ايه الشكل ده؟ هلاقي الاستجنيشن بوينت عندها اعلى بريشر، وطول ما انا بمشي على الجسم البريشر عمال يقل لغايه لما بوصل لبوينت معينه عندها اعلى سرعه، دي اقل بريشر عندها، بيرجع الجسم الكيرفتشر بتاعه بينزله لتحت، فالسرعه ترجع ايه؟ تقل تاني. فبتقل تاني البريشر يحصل له ايه؟ يزيد لغايه لما يوصل لبوينت في الاخر خالص هنا، هيبقى مش في الاخر قوي يعني قريب من الاخر، بيحصل سيبريشن، بيلاقي ان البريشر اللي بيقابله جامد قوي مش قادر يتغلب على البريشر دوت، فيحصل ايه؟ يحصل سيبريشن. طب السيبريشن ده يعمل لي ايه؟ هيخليه للبريشر يزيد مره واحده. انا بتوقع انا بتوقع ان هو يزيد كده، هيخليه يثبت تقريبا عند مكان او يزيد بطيء قوي، في ويكس صغيره هنا كده. طيب فين فرق البريشر؟ اهو في عندي فرق بريشر، المفروض يبقى ايه؟ المفروض يبقى فيه بريشر دراج، بس الاريا دي مالها بقى؟ صغيره جدا، فتلاقي ان الدراج اللي جاي من البريشر قليل جدا. فمعظم الدراج بيجي نتيجه ايه؟ نتيجه الفريكشن، ان الفلو هو ماشي على الاريا الكبيره قوي ديت عمال يحصل عليه فريكشن، فالفريكشن ده بيعمل ايه؟ شير فورس، فالشير فورس ده بيعمل ايه؟ بيعمل لي دراج. ماشي؟ طيب التربلنت الفريكشن فيه ايه اللي حصل له؟ خلى الدراج، خلى الويك يحصل، خلى السبيشن. ثواني بقى، لو بنتكلم على ستريم لايند بادي وعايزين نرسم نفس الشكل ده هنرسمه ازاي بقى؟ خلي بالك البريشر دراج اصلا قليل، ما انا ما عنديش اصلا بريشر دراج او قليل جدا، فهتلاقي ان هو شكله عامل كده، ده كده الدراج التوتال. طب لما انت خليته رف ايه اللي حصل؟ زودت الفريكشن جدا والدراج برده ما اتغيرش قوي، فايه اللي حصل للدراج التوتال؟ زاد. فانت مش عايز ابدا ستريم لايند بادي يكون رف. عشان مش برده الدراج فورس تتغير مع الانجل، انجل بتاعت ايه؟ الستول؟ اه طبعا.
سوري انجل اوف اتاك بتغير. طب ليه بتتغير؟ عشان السيبريشن بوينت. طب دي حاجه ليكوا بقى، بص ركز معايا في الحته اللي جايه دي بقى، عشان ايه الحته دي اتشرحت لي واتشرحت لناس كتيره وما فهمتهاش بصراحه، فهمتها بعدين. بص حساسه سهله يعني، لو انت عندك جناح بالشكل ده واخد انجل معينه، الانجل دي الفا، هل طيب هل الدراج هيزيد ولا هيقل؟ السيبريشن هيحصل بدري شويه، فلما السيبريشن يحصل بدري شويه الويكس اريا هيحصل لها ايه؟ هتزيد. هيحصل ايه البريشر دراج؟ هيزيد. هتلاقي الكوفيشن اوف دراج هيحصل ايه؟ الفريكشن هيقل، ماشي شويه، مش هيقل قوي او يعني خلي بالك الفريكشن هيقل نتيجه لان ايه؟ الاريا اللي ماشي عليها اقل شويه، بس البريشر دراج زاد بطريقه مش طبيعيه، الاريا زادت جدا، تحول من ستريم لايند بودي لبلانت بودي. لما الانجل دي تزيد او توصل لمرحله معينه هو بقى بلانت بودي، هو ما بقاش ستريم لايند بودي خلاص. فالبلانت بودي هيحصل له ايه؟ البريشر الدراج هيحصل فيه ايه؟ هيزيد جدا. عشان كده تلاقي لو دي الانجل اوف اتاك وده السي دي تلاقي ان الكيرف شكله عامل كده، مجرد ما بتزود الفا تلاقي الدراج زاد بطريقه مش طبيعيه. ماشي؟ بس مش دي نقطتي، دي عادي اتشرحت لكم في المحاضره. انما ايه الثانيه بقى؟ بص يا سيدي، لو هتكلم على الليفت فورس، ما هنقول بقى بص، لو عندك اتنين اير فويلز بالشكل ده مين اللي عليه ليفت ومين اللي ما عليهوش ليفت؟ ليه بقى؟ طب ايه المشكلة؟ ها؟ ماشي الالفا بزيرو سيمتريك، ايه ايه الكونسيكونس؟ تحت الستريمز بتاعتها هتبقى فوق كده، البريشر بتاعها هيبقى في بريشر بزيرو، مش هيبقى في بريشر بزيرو. طب الفورس دي بتيجي نتيجه ايه؟ توزيع البريشر. طب بص انا عايزك تفهم بقى عايزك تفهم الليفت بطريقه ثانيه خالص. الليفت ده بيحصل نتيجه ايه؟ كونسبت سهل جدا. تخيل انك انت بتخرج ايدك من الشباك في الميكروباص، كل شويه اقول لكم الاكزامبل دوت، لسه قايل لزمايلكم من شويه. ايه اللي هيحصل؟ لا السواق هيزعقلك، ماشي؟ والله العظيم بهزر، يعني عملتها قبل كده والسواق زعقلي، انا مش شايف المرايه. بس مش موضوعنا. هتخرج ايدك. هتعمل عادي، هتخرج ايدك. لو ايدك مستويه تماما هتحس ان مفيش اي فورس بتاثر على ايدك غير الدراج، هي عايزه تزق لورا. مجرد ما تميل ايدك حاجه بسيطه هتلاقي ان ايدك عايزه تطلع لفوق. طب اشمعنى لفوق؟ انت عملت ايه في الهواء؟ لو دي ايدك عملت ايه؟ خليت الهواء كان ماشي في حاله كده؟ خليت الهواء يمشي ازاي؟ خليت الهواء ينزل لتحت؟ بالظبط. فهو الليفت بيجي نتيجه انك انت بتغير الدايركشن بتاع الاير، فهو بيرد عليك بفورس يزقك عكس الاتجاه اللي انت غيرته فيه. فلو انت غيرت اتجاهه لتحت هو يزقك لفين؟ لفوق. دي بالنسبه للانجلر مومنتوم. خدت الانجلر مومنتوم في ثانيه بسبب كده، ولما تيجي تخش في تربو رابعه ان شاء الله هيتقال لك نفس الكلام تاني بس بشكل تاني. ان انا باخد انرجي من الفلويد او بدي انرجي للفلويد عن طريق ان انا بغير اتجاهه. فانت كل اللي انت عملته غيرت اتجاه الفلويد فهو زقك بليفت فورس لفوق. فرق البريشر ده نتيجه لتوزيع حركه الفلويد، بس هو السبب الاصلي ايه؟ انك خليت اتجاه الفلويد يتغير فرد عليك بفورس. حلو قوي، نقولها بقى. طب اشمعنى بقى؟ ركز معايا، اشمعنى عند زاويه معينه بيحصل حاجه اسمها الستول؟ يعني ايه الكلام ده؟ بص لو انت عمال تميل الجناح، لو الجناح كان عامل كده
ده كده زيرو ليفت. زودت الانجل شويه هتلاقي عليه ليفت اكتر شويه. زودت الانجل قوي هتلاقي ان هو الليفت وقف، ما بقاش في ليفت اصلا. اكتب تحت اهو، هتلاقي الليفت وقف ما بقاش في ليفت اصلا. اشمعنى بقى؟ حصل ايه؟ حصل ستول. طب يعني ايه ستول؟ هو هنا السيبريشن بوينت فين؟ هنا تقريبا صح؟ فالفلويد ماشي كده ماشي كده، وفي ويك هنا وفي ويك هنا. طب هنا السيبريشن بوينت فين؟ تلاقي حصله هنا ماشي، وتحت تقريبا مفيش سيبريشن بوينت. فايه اللي حاصل؟ فلويد ماشي كده والفلويد ماشي كده وفي هنا ويك. تمام؟ طب هنا تحت بقى ايه اللي حصل؟ السيبريشن بوينت طلعت بقت هنا تقريبا، فبقى الفلويد ماشي ازاي؟ وكل دي بقت منطقه ويكس. هو ده بيفكرك بايه الشكل ده؟ فهو بيقلب من ستريم لايند بودي لبلانت بودي، فكان الجسم اتغير شكله من الشكل العادي اللي هو الستريم لايند بقى شكله عامل كده. الشكل اللي عامل كده ده ايه؟ دي مش سمكه، ده ايه؟ ده بقى سيمتريك. اكمن السيبريشن بوينت اتحركت في الاول، فايه اللي حصل؟ الشكل اتحول من ما كانش سيمتريك هنا بقى سيمتريك تاني. لما بقى سيمتريك تاني ايه اللي حصل للليفت؟ قل او وقع كمان، ما بقتش تغير اتجاه الفلويد زي ما انت كنت بتغير قبل كده. حد عنده سؤال؟ نحل مسائل بقى. طيب اول مساله في الشيت بيقول لك ايه؟ بيقول لك عندك حاجه اسمها فلات بليت. طبعا تريتوا من الفلات بليت دي الترم الاولاني، وبلازيو سوليوشن وابروكسيميت سوليوشن الكلام ده. عندك فلات بليت بالشكل دوت، وفي فلو ستريم داخل عليها بسرعه يو. الفلات بليت دي عرضها بي وليها طول معين L اتجاه الاكس دايركشن في الاتجاه دوت. قايل لك انا مدي لك جيفن من بلازيو سوليوشن. بلازيو سوليوشن ده اللي انت خدته ايه؟ اثبته الترم الاولاني. قال لك ان التاو او الشير ستريس اللي هو عباره عن ميو ديو باي دي واي، قال لك ان هو بيساوي 0.332 يو بار 3 على 2 في جذر روم يو على اكس. دي جيفن في المسألة دي. عايز يعرف ايه؟ عايز يعرف الكوفيشنت اوف دراج. ماشي؟ طيب مش عايز يعرف الكوفيشنت اوف دراج از ا فانكشن اوف اكس. عايز يعرف الكوفيشنت اوف دراج بتاع الشكل دوت اللي هو طوله ال. طب اعملها ازاي؟ حلو، نجيب الدراج الاول. فالدراج بيساوي ايه؟ انتجريشن على السيرفس تاو دي اريا. طيب التاو اول حاجه هي فانكشن في ايه؟ هل هي فانكشن في يو؟ يو كونست. هل فانكشن في الرو؟ رو كونست. والميو كونست. يبقى هي فانكشن في اكس بس، الحاجه الوحيده اللي بتغير اكس. يبقى انت عايز اريا او حته اريا صغيره تكون لما اقدر اعمل لها سكان في اتجاه اكس تسكان الاريا كلها. فاقدر اخد دي كده بثيكنس دي اكس. لو خدت الشريحه دي اقدر اعمل ايه بالشريحه دي بقى؟ اقدر احركها من الاول لغايه الاخر فتسكان الاريا كلها. طب تعالى نعوض بقى كده، نشيل التاو ونحط قيمتها 0.3 في انتجريشن بار 3.3.2 يو بار 3 على 2 جذر رو ميو على اكس. والاريا بتاعتي هتبقى ايه؟ دي اكس ثيكنس في الويت اللي هو بي، فبي دي اكس. فهل في هل ده او ده او ده او ده والبي برضو كذلك بتتغير مع الاكس؟ كل ده ما بيتغيرش مع الاكس، كل ده ثابت بطول الاكس كلها، فاقدر اطلعه بره الانتجريشن. طب انا هانتجريت من كام لكام؟
من زيرو ال عشان احرك الاليمنت بتاعي دوت من زيرو من اول حته في اكس لغايه اخر حته في اكس اللي هي بال عشان اسكان الاريا كلها من زيرو لال. طيب يبقى الدراج هيساوي ايه؟ بوينت 3 3 2 مش عايز كلام في جذر رو ميو في بي في الانتجريشن بتاع الاكس دي جوه الروت تحت فتبقى اكس بار ايه؟ نيجاتيف هاف دي اكس من زيرو لال. طيب الباقي ده كله هينزل زي ما هو عادي. طيب ده بقى عامل فيه ايه؟ 2 في اكس بار هاف ازود البار واحد واقسم على البار الجديد يطلع 2 تقسم على النص يطلع 2 فوق واقعد من كام لكام؟ 0 ال. طيب الكلام ده يساوي ايه؟ ال 2 مع ده يبقى 0.664 يو بار 3 على 2 روت. خلي بالك ده تحت الروت وده برضه يعتبر تحت الروت بس ده هنعوض بايه؟ ال وزيرو. الزيرو سيبك منه لما تيجي تعوض عنه هيطلع زيرو فيطلع ال على طول يبقى رو ميو ال وفي بي عندي بره. في مشكله؟ كله تمام؟ طب نجيب السي دي ازاي؟ بالظبط. فانت عارف ان السي دي هو عباره عن الدراج على نص رو يو سكوير لغايه هنا تمام. انهي اريا بقى؟ هو ده ستريم لايند ولا بلانت؟ ده ستريم لايند، ده ثيكنس رفيع جدا. فانت ده يعتبر ده ستريم لايند، فانا هاخد البلان فورم اري فاخد ال في بي. يعني الصح الصح ان هو ما يبقاش فيه ثيكنس لان انا بعتبر فلات بليت زي الترابيزه دي كده. فهو اصلا ما فيش فلو من تحت، هو فلو من فوق بس. ما ضربتش في اثنين لا بالظبط وعشان مفيش بريشر من الناحيه الثانيه اصلا ماشي. طيب الدراج من هنا هعمل ايه؟ اقول 0.664 يو بار 3 على 2 فروت رو ميو ال في بي على نص رو يو سكوير ال بي. طب البي مع البي والسكوير اللي هنا مع هنا هيطلع نيجاتيف نص. لو متلخبط ما تعملهاش على طول كده. يطلع في الاخر بايه؟ الرقم ده على نص 1.328. عندي ايه تحت الروت؟ عندي هنا جذر رو وعندي رو تحت، هيتبقى لي ايه؟ جذر رو تحت، وعندي هنا ميو فوق لوحدها، ما عنديش حاجه تحت، يبقى تفضل فوق. وعندي جذر رو تحت. طب عندي ال هنا تحت الجذر وعندي ال هنا من غير جذر. حلو. وعندي يو بار نيجاتيف نص هنا. عندي حاجة تانية؟ البي طارت مع البي. طيب ده يعتبر ايه؟ أنا رينولدز عندي عبارة عن رو يو ال على ميو. فده على بعضه يعتبر ايه؟ بالظبط. فيبقى 1.328 على جذر رينولدز. ده هو مطلوب السؤال بيقول لك كده اصلا. انا عايزك تثبت لي الفورم بتاعت التيم اللي فات. دلوقتي لو مثلا ده كان في ثيكنس حتى لو 0.1 ملي او 0.1 متر او اي حاجه وفي زي ما في سيرفس فوق في سيرفس تحت بخلي الاريا 2 بي هنا. الاريا هتبقى مضروبه في 2 والدراج هيبقى مضروب في 2 فالسي دي يطلع زي ما هو. بس بالظبط. ده في اي كيس برضه يعني مثلا لو الشيب اتغير او الشيب اتغير هي غير. لو سيمتريك اشتغل حاجه. لو سيمتريك. لو سيمتريك بضرب في اثنين. بضرب بقى لا بجيب الـ لو سيمتريك تضرب في اثنين، لو مش سيمتريك بتحسب اللي فوق لوحده واللي تحت لوحده. ولو صعب تحسب ممكن ان يبقى في مسائل فيها مثلا. لا 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 صعب. طيب هنحل مسألة ثلاثة وإيه؟ وتنطلق وركز معايا بقى.
انت عندك في تحديدا في البلانت بوديز عندك مديك سي دي لبعض الاشكال، هتلاقي الداتا شيت دي فين لو مش معاك هبعتها لك ماشي. فمدي لك سي دي لبعض الاشكال، مديها لك مثلا للسفير سي دي بتاع السفير مديهولك ب 24 على ريلونز نمبر، بس قايل لك شرط ان ريلونز نمبر يكون اقل من واحد يبقى كريبنج فلو. طب لو اكتر من كده هتخش على الجراف او الفيجر الموجود عندك في الليكتشر نوتس او موجود عندك في ال هبعته لكم برده، لو كده هتخش برينولدز نمبر تجيب السي دي بكام بالظبط، لو ايه لو رينولدز ازيد من واحد ماشي. فانت كده كده على حسب رينولدز نمبر بتجيب، وعلى حسب الشكل عندك الجيومتري عندك بتروح تجيب ايه السي دي في المسائل. فمساله 3 بيقول لك ايه، بيقول لك عندك حبه جرين اوف ساند كانت موجوده في الميه وجي مركب عدى فايه هيج الميه كده فحبه الرمل دي طلعت لفوق في الميه شويه والدنيا راقت فايه هتبدا تنزل بالراحه، انا عايز اشوف هتنزل بسرعه كام. طب لما حبه جرين اوف ساند ديت شوف فضى يعني روقان والله. بص اقول لك على ابلكيشن لطيف، الحاجات دي بيستعملوها فين؟ بيستعملوها في حاجتين، في الكيميكالز في الاندستري بيستعملوها كتير جدا. في ايه؟ لو انت محطه صرف صحي وبتعمل تنكات كبير جدا، التنكات الكبيره دي مسؤوله عن ترويق الميه، بتسيب الميه تروق وتلم الرواسب اللي تحت وتعمل ديتشارج الميه وتدخل ميه تانية مكانها. الرواسب هتاخد وقت قد ايه لغايه لما تروق عشان تسحب الميه؟ مش معقول كل شويه تنزل تقيس. فبتعمل ايه؟ بتعمل الحسبه دي عشان تعمل ديزاين اول مره، فبتشوف الرواسب بتاخد وقت قد ايه عشان تنزل لتحت خالص. فدي مثلا ابلكيشن على الموضوع دوت. طيب لما حبه الرمل تكون بتنزل لتحت ده اتجاه حركتها في الميه، ايه الفورسز اللي هتقابلها او اللي بتاثر عليها؟ عندي بوينسي لفوق ولا لتحت؟ لفوق، مفيش بوينسي في الدنيا لتحت، مفيش بوينسي في الدنيا لتحت. اه بالظبط، طف. فانت دايما البوينتس لفوق. وعندي ايه تاني؟ عندي وزن، فعندي ويت، وعندي بوينتس. عندي ايه تاني؟ عندي فريكشن اللي هو بنسميه هنا ايه؟ دراج. فعندي دراج لتحت ولا لفوق؟ لفوق، هي ماشيه لتحت فهو دايما لفوق، فده دي دراج. طيب الشكل دوت او حبه الرمل ديت انا عارف معلومه، اه بالظبط، بس بشرط بقى لازم اقول لك ان هي بتتحرك بسرعه ثابته، يعني ما بتعملش اكسلريشن. فدي معلومه انا قايلها لك ان بعد وقت شويه كده هتلاقي ان هي بتتحرك بسرعه ثابته. طب لما تتحرك بسرعه ثابته معناها ايه؟ معناها سيجما الفورس بتاعت واي بتساوي زيرو، يبقى الدبليو بيساوي البوينسي بلس ايه الدراج. طب لو انا عارف ان دي ووتر هي يعني متحوطه بميه، هي كانت اصلا في الميه، وعارف ان السبيسيفيك جرافيتي بتاع حبه الرمل 2.5، اتكلم في ايه؟ ركز معايا، انت ماسك ودنه بص ودنه التهبت والله العظيم مش عارف، ركز معايا. عندك ويت وعندك بوينسي وعندك دراج، عايزين نحسب كل واحده لوحدها. عندي البوينسي بتساوي ايه؟ جاما ووتر في الفوليوم بتاع ايه؟ حبه الرمل. وقال لك الفوليوم بتاعها، قال لك الدايمتر بتاعها 0.2 مليمتر. احنا هنسيب الرموز دلوقتي مش هنقعد بارقام، فيبقى ايه؟ في باي على 6 دي تكعيب، ده الفوليوم بتاع ايه؟ حبه الرمل. مش جيفن، قانون انت عارفه، انت عارف ان البوينسي عباره عن ايه؟ رو جي في الفوليوم بتاع الايه؟ المزاح، صح؟ فوليوم السائل المزاح لو في الاخر هنا من دي حاجه غطسانه في الميه تماما، يبقى الفوليوم بتاع الجسم. فالفوليوم بتاع الجسم اهو باي اوفر 6 دي تكعيب، اللي هي 4 3 باي ار تكعيب، هي هيها يعني. طيب والرو جي بنسميها جاما، ده اختصار شويه بس.
ماشي عملها كسفير يعني هي سفير هو قال لك ان هي سفير كوره والديامتر بتاعها 0.2 ملم طيب الويت هيساوي ايه هو مديك السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الايه بتاعت الرمل عباره عن سبيسيفيك جرافيتي في الجاما موتر ده كده يطلع لي ايه رو ساند في جي محتاج اضربها في ايه في الفوليوم يا راجل ايه عدد لا هي حبه واحده بس انا سايب كله بمسك واحده بس ماشي يبقى ده ويت وده بوينسي فاضل لي ايه فاضل لي الدراج فورس احسب الدراج ازاي بقى مع اس سبيسيفيك جرافيتي في جاما موتور ماشي طيب الدراج بقى احسبه ازاي ده اللي فيه المشكله اصلا الكلام اللي فات ده كله قديم اصلا انما الدراج بقى احسبه ازاي هقدر اقول ان الدراج هو عباره عن سي دي مش احنا كنا بنقول سي دي بتساوي الدراج على نص رو يو سكوير في الاريا بس ده بلانت بادي ولا بلا بلان ولا ستريم لايند بادي بلانت في انهي اريا بروجكتد او فرونت اللي هتبقى اريا بتاعت ايه دايره ماشي طب حلو فهضرب بقى طرفين في وسطين ومش عارف ايه فيبقى في نص رو يو سكوير في الاريا اللي هي باي على 4 دي سكوير اريا بتاع الدايره عشان دي الاريا البروجكتد ماشي ايه اليو السرعه اللي انا عايز اعرفها اللي انا بنزل بيها ماشي دي اول مره تظهر معايا السرعه طيب اعوض في المعادله كله عارف ما عدا ايه انا عارف سي دي لا مش عارفه عارف اليو لا مش عارف بقيه الحاجات كلها انا عارفها طب هنا انا عارف جاما ووتر عارف اس جي وعارف الدايمتر فانا عارف كل حاجه ما عدا ايه السي دي بس طب هجيب السي دي ازاي طب ما تيجي نفرض كده الفرض دوت نقول اسوم ان رينولدز نمبر اقل من واحد طب انا ليه عملت اسامبشن هو رينولدز نمبر بيساوي ايه رو في يو في دي سمول على ميو طب انت عارف اليو مش عارف فانت مش عارف تحسب رينولدز فانت ها ودنك منين يا جح افرض الاول ولا اعمل الاول فانت افرض وحل ونشوف هيطلع معانا ايه فانت لو فرضت ان رينولدز اقل من واحد طب احل ازاي تعال نعوض بقى يبقى ساعتها الدبليو بالاس جي في جاما ووتر في باي على الستة دي تكعيب ده كده ليفت هاند سايد رايت هاند سايد جاما ووتر في باي على الستة في دي تكعيب زائد الدراج اللي هو بيساوي ايه خلاص انا فرضت ان رينولدز اقل من واحد فاقدر اشيل سي دي واحط ايه 24 على رينولدز طب واقدر اشيل رينولدز كمان واحط قيمته يبقى 24 ميو على رو يو دي تمام دي رو ايه ها بتاعت الووتر مش بتاعت الساند ماشي عشان انا بتكلم على رينولدز بتاع الووتر فدي بتاعت الووتر ودي بتاعت ايه برضو بتاعت الووتر برضو طيب كده جبت سي دي في ايه بقى في نص رو يو سكوير في باي على 4 دي سكوير ايه الحاجه الوحيده اللي مش عارفها في المعادله دي اليو انا عارف بقيه الحاجات كلها ممكن حتى تبدا تطير شويه حاجات مع بعضها يستحسن ما تعملهاش في خطوه واحده عشان ما تلخبطش فاحسب دي الاول ودي الاول ودي الاول وعوض بعد كده تشوف اليو بكام هتطلع معاك اليو او اعملها على الاله بس ايه ربنا يكون في عونك انا شخصيا عمري ما هطلعها من اول مره صح ف 0.0292 متر بير سكند ده انت حسبت يو طلعت معاك كده ايه رايك تمام كده لا مش تمام لازم تتشك تعال نتشك طب رينولدز نمبر بيساوي ايه رو في يو في دي على الميو يطلع معاك بكام يطلع ب 5.2 انت عايز سي دي هتجيب سي دي ازاي هتجيب السرعه ازاي وانت مش عارف السي دي
طب هتجيب سي دي ازاي وانت مش عارف السرعه؟ هتقسم صح؟ هتقسم السي دي حلو، بعدين هتطلع يو، بعدين هتجيب السي دي ازاي؟ هنعمل كده بالظبط، بس الاول تشيك ما يمكن يطلع كريبنج وتسال على نفسك. ممكن اجيب السي دي من الجراف وايتريت بقى بالظبط، بس يعني يستحسن ما تعملش كده في الاول. عايز تعمل كده في الاول براحتك ماشي، بس ايه انت ممكن على فكره كنت تعمل كده تتشيك بسرعه، بس هتفرض سي دي بكام؟ مفيش افريج معين للحاجه، مفيش رينج معين. ده بلانت بادي، السي دي بيطلع في رينج 2 3 4 5 6. فانت بقى لو ما عندكش معلومه ديت هتعمل ايه؟ هتفرضه بكام؟ انت تتفرج على تسلا بقى؟ لا 100 ايه، لا مش الدرجه. انت عمال تتفرج على عربيات تسلا وعمال تتفرج مش عارف ايه، ودراج بوينت 2 وبوينت 1 وبوينت مش عارف كام، هتروح خبطها كام بوينت 2؟ هتقعد تريت تريت كتير جدا. طيب هنعمل ايه بعدها؟ خلاص التشيك طلع مشكله فيه، فلازم نعمل بالطريقه الثانيه. طب هنعملها ازاي بقى؟ بص يا سيدي، يبقى الحاجه الوحيده نفس الايكويشن دي، انا بس عشان ما امسحش واكتب تاني، فهنغير ايه بس في الايكويشن ديت؟ السي دي مش هنعوض بيها بالقيمه دي خلاص، لا السي دي انا مش هبقى عارفها، ما خلاص ما ينفعش استعمل الايكويشن دي لان رينولدز اكبر من واحد، فهسيبها سي دي. طب هجيب سي دي منين؟ من الجراف بقى، ما خلاص رينولدز اكبر من واحد. طيب الجراف اللي هو كان شكله عامل ازاي؟ كان شكله عامل كده عشان تبقى عارف بتستعمل انهي جراف بس. فانت هتخش برينولدز تحت تعرف انت السي دي بكام. طب هجيب رينولدز ازاي؟ هنفرض بقى وهنقتريت للاسف يعني. طيب من الايكويشن ديت تقدر تطلع ايه؟ من الايكويشن دي تقدر تستنتج ان اليو بتساوي شويه رياضه كده، تطلع معاك ان هي جذر 4 جي دي في السبيسيفيك جرافيتي ماينس 1 على 3 سي دي. مش عايز كلام، تقدر تستنتج من المعادلة دي، تستنتج الإيكويشن ديت وتسيب السي دي زي ما هو، تعوض بالأرقام من إنك عارف أرقام كل حاجة ما عدا السي دي، فيطلع اليو بتساوي 0.06264 على جذر السي دي. دي إيكويشن إيه؟ إيكويشن أولانية ممكن أستعملها. في إيكويشن إيه تانية أنت عارفها؟ أنت عارف هنا جاي معاك؟ ماشي. رينولدز نمبر بيساوي ايه؟ رو في يو في دي على ميو، انت عارف كل حاجه ما عدا اليو. فساعتها تقدر تقول ان رينولدز نمبر بيساوي 1.7857 يو. دي تاني ايكويشن. عندك ايكويشنز تانيه؟ ما عندكش ايكويشن تانيه بس عندك هو انا عندي كام انون اصلا؟ عندي رينولدز مش عارفه، وعندي يو مش عارفها، وعندي سي دي مش عارفها، وعندي ايكويشن 2 والثالثه الجراف. فانت تقدر تحل المساله دي، بس هتحلها ازاي؟ لازم اتريشن، لان عندك جراف ده ما ينفعش تحل المعادله بتاعته. هنقول دلوقتي ها هو كان عايز اليو ماشي. طب هعملها ازاي بقى؟ ايه اسهل حاجه تفرضها تبدا بيها؟ انت لو فرضت سي دي تعرف تجيب منه اليو، تعرف تجيب منه رينولدز نمبر، تعرف تخش على الجراف تجيب ايه؟ سي دي. ماشي. طب هل ممكن امشي بسيكونس تاني؟ ممكن، ممكن تفرض يو تجيب منها رينولدز نمبر، تجيب منها من جراف السي دي، ترجع تجيب اليو الجديد. امشي باللي يريحك، عايز دي عايز دي براحتك. حلو، تعال نبدا باليو. لو انا فرضت اليو في الاول افرضها بكام؟ يا راجل يا راجل، يعني هي طلعت معاك هنا 0.0292، تروح انت فرضها 2 بس. انا هعمل كده، هعمل اتريشن وابدا بالرقم ده، فتعوض باليو اول حاجه 0.0292. طب من اليو هجيب ايه؟ هجيب رينولدز نمبر. طب بعد ما جبت رينولدز نمبر هجيب ايه؟ هخش الجراف هجيب السي دي، يبقى دي كده فروم جراف. بعد كده هتجيب ايه؟ هتجيب اليو الجديد. طب احسب لي كده رينولدز نمبر هيطلع بكام؟ اضرب لي دي في كده، اضربها لي بسرعه.
يلا عشان تخلصوا. خمسة بوينت اتنين اربعة. واحد اربعة. طيب لو دخلت على الجراف وجبت السي دي هتكتشف حاجة مشكلة قوي، ان رينولدز تحت لوجاريتمك سكيل والسي دي على الشمال لوجاريتمك سكيل. لوج سكيل يعني ايه لوج سكيل؟ يعني لو بصيت على الجراف هتلاقي ان مكتوب واحد بعد كده في شرطة مش مكتوب عليها حاجة والشرط بتقرب من بعضها، بعد كده تلاقي في شرطة مكتوب عليها كام؟ عشرة، بعد كده في شرطة بعيدة والشرط بتقرب من بعضها كده، في شرطة معينة مكتوب عليها كام؟ 100. ده بنسميه لوجاريتمك سكيل. طب اخش عليه ازاي بال 5.14؟ هتدور على واحد. ليه واحد؟ عشان ده اقرب اقل رقم للخمسة. العشرة اكبر، ماليش دعوة بالعشرة، العشرة دي اكبر، انا عايز اقل رقم قريب من الخمسة. طب اروح برضو لل 0.01 او ال 0.1؟ لا ده بعيد قوي برضو، انا هروح للواحد. طب بعدين هبدا اعد من الشرط، يبقى اول شرطه بعده دي 2، ثالث شرطه 3، وهكذا وهكذا لغايه لما اوصل لل 10. طب الشرطه اللي بعد ديت نكمل بالمره بقى، الشرطه دي كام؟ 20. هل ليا دعوه بال 20؟ ماليش دعوه. فانا هعمل ايه؟ هدور على الشرطه 1 واقول 2 3 4 5، يبقى ده عندي، دي الكيس اللي عندي، واطلع لفوق اخبط هنا واشوف السي دي بكام. تكتشف برضو السي دي لوج سكيل، فتشوف ايه؟ تشوف الرقم اللي تحت وخالص تحت الحته بتاعتك كام، فتلاقيها واحد. فتشوف بقى ايه تبقى بين انهي شرطه والتانيه، دي 2 مثلا، دي 3، فتلاقي انك ما بين مثلا 3 و4، يبقى انت كام؟ 3.5. انت طبعا عمرك مع عينك هتجيب اكتر من كده يعني. من رينولدز نمبر دي من هنا بسط المعادله دي، هتكتشف ان السي دي هيطلع ب 4.95. هتجيب يو، هتطلع معاك يو بكام؟ تطلع ب 0.028. هل القيمه اتغيرت قوي؟ احسب ايرور. الايرور بيساوي ايه؟ جديده على القديمه ماينس 1. دي اسهل بقى اهو، ايرور او التشينج، بلاش ايرور دي خليها تشينج. التغير هو عباره عن ايه؟ نيو على الاولد ماينس 1. لو عايزها في المية اضرب ايه؟ نسبه مئويه. شوف لو التغيير مثلا 5 6 7% منطقي، اكتر من كده يبقى لا انت بعيد قوي. ماشي؟ حد عنده مشكله في حاجه؟ الف شكر.